السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يا شيخ ربنا يرفع قدرك يا رب. وياك. حكم اللي هو الأجر عن تعليم القرآن، يعني سيدة بتعلم القرآن، حكم الأجر بتاعها؟ لا بأس بالأجر على تعليم القرآن لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري وغيره، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. أما الأحاديث التي وردت في المنع كحديث القوس، علمت رجلا القرآن فهدى لي قوسا قلت أجاهد بها في سبيل الله، فضعيف جدا. وكذلك حديث اقرأوا القرآن ولا تتعجلون إلى آخره، كل الأحاديث التي وردت في معرض المنع فيها مقال. ورأي الجمهور من العلماء جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن. وأما قول نوح عليه السلام وسير الأنبياء قل لا أسألكم عليه أجرا، ليس هذا على التعليم إنما على الإيمان. بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا. وياكم.